ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، ومعايا الفقرة اللي بقيت استناها كل اسبوع عشان اعرف فيها وحضراتكم كمان نعرف احلى الوصفات واحلى الاكلات. معايا الشيف ايمن جمعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صحيح انت هتبدع لنا النهارده ايه بقى؟ قول لنا. ان شاء الله هنعمل. خليني اتنقل جنبك. اتفضل يا حبيبي. هنعمل ثلاث وصفات هيساعدنا فيهم مساعد الشيف شركه ميانتا، بتقدم لنا ثلاث منتجات. ده المساعد بتاعك النهارده؟ ده اكيد. انا ما جبتش مساعدين معايا، فهي الميانتا هي المساعد بتاعي النهارده. هنعمل سمبوسه، فهنستخدم العجان بتاع ميانتا في العجين. هنستخدم الكبه في تقطيع البصل عشان خاطر الطعم الحريف النرجسي اللي بيطلع على العين. هنستخدم الاير فراير اللي هنقدر نستخدم فيها بقى فراخ، ممكن نعمل فيها السمبوسة، ممكن نعمل فيها اللحوم الريش، كل ما هو حتى الكيكات، ممكن نعمل حاجات بالتوست. فهي بصراحة جهاز مهم جدا. كل الناس جداً. اللي بتحب الدايت الجهاز ده دايما بيبقى موجود بقى في البيت، اطفال وكبار والصغار ممكن ان احنا يشتغلوا عليها، وما فيهوش تكنيكال. احنا بنحط الحاجة، بنظبط درجة حرارة مدة معينة، الجهاز بيشتغل لوحده، بيطلع الحاجه مستويه. مش اي زيوت ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ممكن ندي بس اللحوم وندي الفراخ تنقيط زيت، اللي حابب زبده اوكي، اللي بيستخدم زيت زيتون ماشي، عشان خاطر الحاجه ما تبقاش زي ما بيقولوا ناشفه من الفوق او حاجه. يبقى انا بعملها اكني عاملها في زيت، او عاملها في طاسه، او عاملها منديه زبده. كمان بتهيألي صحيه جدا للاطفال، علشان جداً. الاطفال طبعا بتحب البطاطس المحمره حقيقي. صح؟ ممكن نعمل فيها بطاطس، بس برضو بنديها معلقه زيت بسيطه، ونتبلها تتبيل خفيف، ملح وممكن فلفل ابيض او حاجه، وندخلها. طبعا احنا لو عايزينها زي اللي بنشتريها من بره، بنسلقها نص سلقه، بنديها شويه ملح، شويه كربونات صغيرين. احنا هنبدا بقى على طول. يلا يلا بينا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هنعمل العجينه. نقول مقاديرنا. نقول مقاديرنا. مقاديرنا عباره عجينه السمبوسه بسيطه جدا وسهله جدا، عباره عن دقيق، بستخدم شويه بيكنج باودر رشه صغيره خفيفه جدا. حلو جدا. تمام. شويه ملح صغيرين، وشويه الزيت، والميه. بس كده. والميه هتبقى بالراحه جدا، وهنعجن واحده واحده عشان النتيجه تطلع معانا كويسه. حلو قوي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. حوالي كوبايتين دقيق، رشه معلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من النشا. حلو جدا. تمام. رشه خفيفه خالص بيكنج باودر اهي، خفيفه جدا، معلقه من النشا. تمام. وذره ملح. ولا اسهل من كده. نقفل عجاننا. تمام. ونبدا نقلب على السرعه الاولانيه الايه الموضوع كله. انا هدي 50 مللي من الزيت، يعني بمعدل معلقه يعني. لا، نص مثلا فنجان. نص فنجان. نص فنجان. دول مثلا 50 جرام. انا عايز معلقتين كبار. معلقتين كبار. وابدا اشغل على السرعه الاولانيه. انا ما بنزلش بالميه خالص الا لما احس ان الزيت الدقيق شرب الزيت، بيبقى عامل زي الرمله المنديه كده. تمام. ده سر من اسرار النجاح، العجينه بتاعه السمبوسه. برضو لما بستخدم الميه ما بستخدمهاش ميه سخنه او ميه بارده، انا بستخدم ميه فتره عشان خاطر تكوين الشبكه الجلوتينيه تتكون بسرعه، والعجين بعد ما يلم معايا هزود السرعه ويرتاح لمده 10 دقائق لنص ساعه، بعد كده ابدا اشكله واشتغل بيه. حلو قوي. تمام. هبدا انزل بالميه بتاعتي. عجينة البيتزا مقدار اقدر انا بشتغل في دي عشان خاطر ما تلم معايا. هي كده العجينه اهي لمت، هوريها لحضراتكم. ما خدناش 5 دقائق عجل، الناتج ممتاز. تمام. ببدا ان انا اشكلها. بعشق العجين. تمام. واريحها لمده 5 دقائق، بعد كده بحطها في الثلاجه بقى نص ساعه لحد ما اريح، وابدا اشكلها. طيب حشو السمبوسه بقى. حشو السمبوسه معايا اما لحمه مفرومه معموله بالبقدونس والبصل والجزر،
تمام، ده شوحته متعصجه، كل ده في شويه زيت صغيرين او حته زبده زيت زيتون زي ما حضرتك عايزه. بلف معاها بصلايه، بلف معاها جزرايه، شويه بقدونس، ممكن ادي كرفس، ممكن ادي ملح، فلفل، جوز الطيب، بهارات. حلوة. الناس اللي حابه الجبن ويعني الموضوع أطفال. تمام، فشويه جبن للاطفال كويسه جدا. جبن جزر، دي جبنه ايه؟ دي جبنه شيدر احمر، شيدر اصفر، والموتزاريلا. في انا عامل هنا يعني حاجه كده كويسه عشان التركي المدخن، عندي لانشون اوكي، عندي حته بيف سلامي، عندي حته لحمه موجوده، السمبوسه بتقبل كل حاجه. حلو قوي. تمام، وهنشكل العجين، ونشكل العجين بتاعنا، هنقلي دلوقتي في الزيت ونوري لحضراتكم النتيجه. تمام كده، نروح هناك بس ايه، اتفضل، نعجن او نفرد. دي العجينة بعد ما دي العجينة ارتاحت خمس دقايق، بعد ما ارتاحت خمس دقايق نص ساعة. نص ساعة؟ اه نص ساعة. ده الفرق، فرق انها ارتاحت فتمام. وهنا بس الفرق، دي لسه ما ارتاحتش ودي ارتاحت، دي ارتاح، دي هترتاح لسه، دي هترتاح لسه حوالي نص ساعة عشان اقدر اشكلها وابدا اشتغل بيها. تمام، عندي قطاعة في البيت، ما عنديش قطاعة في البيت، فانا هشتغل بالمتاح ليا على طول وهنشتغل. تمام، هنقول بسم الله، رش الدقيق المعتادة. انت كده هتفردها كلها؟ هنفرد ونقطع ونوري بس السادة المشاهدين واحدة بس نموذج، وانا عامل ايه نموذج تاني. ممكن اجرب؟ طبعا انا شاطر. طبعا انا بحب اجرب قوي. طبعا. احنا نعمل كده، نروح لاخرها او نروح لاخرها. انا بتعلم، مفيش مشكله، نروح لاخرها ونرجع لاخرها. انا معايا حد ورا الكاميرا كده هيفضحني دلوقتي. تمام. هتفضح ده استاذنا. لا لا لا، بقول لكم ايه، انا شاطره قوي، طلعت شاطره. نطلع بقى للاخر. هنلف بقى، هنلف عشان ناخد. طب ما اي ست بيت تعرف تعمل ده كده بطريقه سهله. ما هو ست البيت هتعرف يعني تعمل ده. يعني انا ست بيت اهو هعرف اعملها بطريقه سهله بمساعده، يعني طبعا مع احترامي للشيف اكيد هتعرف تعملها حلوه، بس بمساعده مساعد الشيف ميانتا. حلوه قوي قوي اهو. تمام، ومطلعها تحفه. صح ولا صح ايه؟ انا عامله صح ولا جداً. ايه؟ واحد يعيب عليا؟ لا 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 خالص. تمام كده اهو، هنرش شويه صويا صغيرين. يا شطارتي يا شطارتي، هنبقى نروح كده يا شطارتي. ها حد سامع؟ نلف بعد كده. يلا نشوف لاي واحده بقى. بالطول وعرض بالظبط كده، بالظبط كده كده. الناس اللي ما عندهاش قطاعه في البيت، المفروض ان انا سمكي يبقى سنتي، ده سنتي، ده احنا كده بصينا لسنتي اهو. بالظبط بالظبط، جميل قوي كده. طيب اي خدمه، اي خدمه. ما عنديش قطاعه. المخرج بيقول لي، بيقول لي يا جماعه انت شاطره قوي اهو. طبعا ده شهاده. طبعا. ده شهاده. طبعا. ايه رايكم؟ تمام كده، حلو قوي كده. ما عنديش قطاعه في البيت، كب زي دي حلو قوي. ده طريقه سهله. تمام اهو. انا كده هاخد الفقره منك على فكره، مش بقى عشان انا هشتغل انا بقى اعمل البرنامج بتاع حضرتك. بص بقى، احنا هنقوم نعمل كده ونعملها كده. طلعت ايه؟ والله بجد انا بت ميه شاطره، طلعت طبعا. مش قوي يعني، بس يعني استنى عشان عايزه تتقطع السنه كمان. اهي اهي اهو، ولا سحر ولا شعوذه، الدنيا حلوه على الاخر. اهو اي شكل بقى، اي شكل احنا عايزينه، نحشيها لحمه، نحشيها جبن، ونقفلها. تمام، وتتقفل سواء اي شكل احنا محتاجينه او بشوكه عشان نسهل على ست البيت، بحيث انها ما تفكش معايا في الزيت. جميل جدا. انا هشيف حريف على فكره. جميل جدا، حلو قوي. ممكن بقى نعملها بالشوكه كده. بالظبط، عشان نقفلها وندخلها الفريزر لمده نص ساعه ونبدا نشتغل بها، يعني ممكن من العصر. بس انا ممكن اصلا اعمل دي كده وعينها في الفريزر لرمضان. تقعد معاكي شهر كامل. كويس قوي. يعني تقعد معانا شهر كامل. تمام كده، بتاع الاستاذه مايا اهي. تمام، بتاعتي انا وحشه جدا اهي. فدي احسن اهي. شفت انا بتاعتي طلعت عامله قوي. بس 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 شهاده ممتازه. بس بس ممتازه. بس مين ورا الكاميرا شايف؟ اهي اهي. هلم بس ايه، يعني نبدا بقى نحمر عجيني كده حالا.
طيب انا كده معايا ايه الصنف الثاني. هنعمل حبه فريك. الفريك المصري مهدور حقه ده دي الوصفه الثانيه. دي الوصفه الثانيه. طبعا احنا كده بقى سواء الحشوه كانت جبنه سواء كانت لحم مفرومه سواء كان شاورما فراخ، عندي حته لانشون باية من قبل كده مع شويه موتزاريلا بواقي تلاجة، ممكن ان انا اعمل السمبوسه اللي حضرتك لسه عاملاها حالا. ممكن حد يجيب لنا تيشو يا جماعه عشان ما فيش هنا في المطبخ. تمام. طيب هبدا. لو هنقلي مش هقول حاجه مش هقول حاجه. ده الزيت بقى لازم يبقى سخن قوي ولا؟ الزيت يبقى لازم يبقى سخن جدا. لا اديني انا بقى الطلعه. انا يعني قول لنا بقى المقادير الثانيه ولا انا انزل. طيب. ده المقادير الثانيه هنعمل فراخ رول محشيه لحم مفرومه و تركيه صغيره كده سويت كورن عشان تدي طعم مسكر شويه للوصفه مع شويه جزر شويه كرفس، هديها هريسه فلفل ما نملاش الطاسه كده كويس. ما نملاش الطاسه عشان ايه يبقى السمبوسه والعجينه انا سايبه كل مساحه زي الفل زي الفل ما بين كل حاجه تانية. تمام. طيب ادي لحمه مفرومه اي مقدار احنا محتاجينه، معايا صدر فرخه مش هنعمل فيه اي حاجه غير ان احنا هنتبله بشويه بابريكا سواء بابريكا عاديه او بابريكا مدخنه. حلو قوي. تمام. شوية فلفل اسود. شوية ملح. لو عندي مكعب. دي كلها تتبيلة بتبلها للفراخ. انا بتبل للفراخ. ممكن في ناس بتحب مية البصل فما عنديش ازمة. مكعب مرق. بتاخد مية بصل برضو؟ ممكن اديها مية بصل، ممكن اديها مستردة، ممكن اديها كاتشب، ممكن اديها اي تتبيلة انا حبيبها. تمام. طبعا زعتر والروزميري ده اساسي في الوصفه. بدات اهي بدات تقول هتقول وهتاخد هنا الشكل بتاع السمبوسه. تمام كده. الله ده سهله قوي قوي وموفره جدا جدا. يعني انا شوف بروح اشتري سمبوسك مره قد ايه بس ترى سهل قوي. موضوع سهل وبسيط مش محتاج تعقيد. تمام. هاخد شويه من الكاتشب شويه عشان الاطفال. ده بقى عباره عن ايه؟ ده سر الوصفه. ده عباره عن دبس فلفل احمر. فلفل احمر رومي. تمام. عندي طبعا الجهاز العبقري دوت من الفراير اير بتاع ميانتا. بدخل فيه الفلفل بديله دهنه زيت بسيطه. حلو قوي. بدخله فيه بعد كده بروح حطه في طبق مديله ستريتش او مغطيه بطبق او حاجه. تمام. يبدا القشره تطلع مني تمام. بعد كده بروح واخد الفلفل ده هرسه ومديله قرن فلفل حامي ضربه في الكبه بقى عندي الدبس ده. اقدر استخدم بقى هريسه. حلو. للبتنجان اقدر استخدم اي حاجه لتتبيله الفراخ. حلو جدا. تمام كده. يعني عايزين نقول الوصفه سريعه عشان وقتنا شف حالا. طيب هنا اللحمه المفرومه هبدا شويه جزر. دي كده الحشوه. دي الحشوه بتاعت الفراخ. تمام. شويه كرفس سويت كورن. تمام. وحبه بصل مفرومين واقلب. شيء غلط حصل. مش مشكله مش مشكله. دي فتحت. الله حلو قوي. سويت كورن حلو قوي. ده فكره حلوه قوي. سويت كورن بيدي طعم سويتي للحاجه. ببدا وبعدين بقى انت بتعملها كده. باخد كوره ببدا الف الفراخ بتاعتي. الله بتبقى عامله الشكل ده كده. والتو سبيكس بقى ممكن نقفلها بتو سبيكس او حاجه؟ مش لازم سبيكس ما دام انا هستخدم ميانتا الاير فراير فانا ما عنديش مشكله أنا خالص. انا تمام. هو بايه؟ ايوه ندخلها وهنروح نظبط على 100. الله ده حلو سهله جدا. هنظبط على 190. ندخل على 190. نظبط على 190 180 190 لمده ربع ساعه. حلو جدا. طب ممكن بقى نشوف الوصفه بعد ما تطلع عامله ازاي الاثنين؟ تمام.
كده خلاص وهنشتغل كده. هو اشتغل اهو ربع ساعة بالظبط. كل السمبوسك اللي في الطاسة دي بتاعتي. ها دي شكل الاير فراير. دي بعد ما طلعت من الاير فراير. تمام حلو شكلها. نعمل على السريع كده شويه الفريك بتاعنا. هنزل بالزيت بسرعه كميه زيت كويسه. اللي محتاج يحط في الوصفه دي زبده مفيش مشكله. ايه بعد نعمل الفريك؟ الفريك طبعا مغسوله منقوع قبلها بساعه. هنزل بالبصل. اسف انا البصل. تمام حلو جدا. هنا هدي حبه بهارات. حبه فلفل اسود. دي مساعده دي. ها تمام طبعا. الاكل اصلا هيطلع طعمه حلو عشان انا اللي حاطه ايدي فيه. هدي جوز الطيب. اكيد حضرتك عشان عامله بس عشان برضه انا حاطه ايدي فيه. مكعب مرق. ايه ده انا نرجسيه؟ لا لا خالص عشان انا حطيت ايدي فيه يطلع فل شمعه منوره. حلو قوي. مايه حط في ايديها خلاص الموضوع خلص. وبعدين بننزل بقى بعد كده بايه؟ هننزل بقى بالفريك وهنسقي الفريك بتاعنا. ننزل بالفريك؟ اديني فريك بقى كده عشان انا شطوره. ننزل ادوني الكاميرا يا جماعه. هننزل بقى بعد كده بالفريك. اوعوا تفهموا ان انا هو قال لي حاجه انا اللي بقول لكم. طبعا اسمعوا كلام انا. تخيل الكميه دي كويسه جدا ولا انت عايزني انزل بالكميه كلها؟ لا كميه مناسبه لكميه البصل. كويس قوي. انا حاسه ان دي كميه مناسبه عشان حاسه انه هيبقى اوفر كده كتير. تمام هنقلب بقى كويس جدا ونسخنه كويس قوي. ها الفريك مع البصل وبعدين ننزل. ممكن بقى انا استخدم الدبس الفلفل اللي احنا قلنا عليه. اديني بقى تركايه الفلفل دي بتاعتي انا. تمام كده. وبعدين هنحط الميه عشان وقتنا شيف. نحط الميه بتاعتنا بيون شوربه شوربه لحمه شوربه اي حاجه. مقدار الرز العادي. مقدار الرز العادي يعني لو كيلو هحط كيلو وربع من الميه. كده الفريك هيستوي واحنا شفنا الفراخ اللي طلعت والسمبوسك اللي عملناها موفره جدا جدا. وحابه اشكر الشيف ايمن نورتني وشرفتني واشوفكم في حلقه جديده على الف خير.